ده من كل سنة بتبدأ الأسرة بالتجهيز لدخول المدارس، وأول حاجة بيفكروا فيها هو الزي المدرسي الجديد. بس الحقيقة إن الزي المدرسي اتحول لبزنس، وخاصة زي المدارس الخاصة والتجريبية. المدرسة بتغير كل سنة، معنى كده في بزنس بيحصل بينها وبين الشركة اللي بتشتغل معها أو المحل. انما المفروض ان في قانون طالع ان تغيير الزي بيبقى كل 3 سنين مش كل سنه. انا بعمل جميع الوان المدارس المطلوبه، ودون ان اتفق مع اي مدرسه او اي حد تاني. سوق المدارس طبعا ضعيف جدا زي كل سنه، وبرضه المستهلك ما بقاش يشتري زي كل سنه، يعني بقى ياخد بدل ما بياخد طقمين وثلاثه بقى ياخد طقمه، واوقات ياخد حاجات يكمل بيها اللبس القديم اللي عنده وخلاص على كده. حتى في لبس المدارس ارتفعت الاسعار، يعني نسب كمان وصلت ل15 و20%. بقى في زياده في الاسعار كتيره قوي عن كل سنه، وبعدين حتى لو كنت بتجيبي طقمين مثلا لكل ولد او 3 اطقم، باعتبار ان ده طفل ممكن يقع قميصه يتقطع اي يحصل اي حاجه، دلوقتي طبعا هتضطري تجيبي طقم واحد مثلا لكل ولد. كمان يعني كون ان كمان المدرسه تجبرك على انك تشتري يونيفورم من مكان معين، دي صعبه قوي. ليه تلزمني؟ ده غير ان كمان في اوقاتي، يعني انا لغايه دلوقتي ما اعرفش اليونيفورم بتاع المدرسه ايه، شكله ايه، لونه ايه، مفيش. لازم يعني الزي معين، ولازم نشتريه من مكان معين، ولو مثلا البنطلون مش عليه شعار المدرسه مع انه مش بيبان، لا ممنوع، لو نفس اللون حتى كده، فهم لازم مكان معين. يعني المدارس بتحدد لكم منافذ للبيع تشتروا منها زي المدرسه ده؟ اه طبعا، بالذات مدارس اللغات بيكونوا مثلا متفقين مع المحل ده ان هو يبيع اللبس بتاعهم كصفقة يعني. يعني كان في محل بيبيع باسعار اقل، حولونا المحل تاني بيبيع باسعار اعلى. انا اولادي في مدرسة تجريبي في شبرا بيبعتوا لنا المحلات معينة، اللي زي ثابت مفيش فيه مشكلة، بس هو سعره بيغلى يعني. وفي مثلا في الشارع اللي بنتي وابني في مدرسة فيه بتاع 5 مدارس، كل مدرسه زي مختلف، مع انها اداره تعليميه واحده. ولو حاولت مثلا ان انا اشتريت ولا بعد كده يقول لي درجه اللون مش هي الدرجه، المواصفات مش هي دي المواصفات اللي احنا طالبينها، فاحنا بقى بنريح دماغنا ونشتري من نفس المحل، بنقول ايه ادينا وفرنا وجع الدماغ معاهم. لو الوزاره عندها منافذ او قالت ان الوزاره تديني المدرسه، والمدرسه تدي للناس بالسعر المحدد.